السلام عليكم زيونات، كي دايرين الصحيفة؟ هاد لاباس عليكم؟ كي داير الأحوال؟ سنة سعيدة تدخل عليكم بالمسرات والصحة والسلامة وراحة البال وكل ما يسر خواطركم إن شاء الله، والمزيد من الطاعات وتقرب الله سبحانه وتعالى. ودعنا سنة ونستقبل سنة إن شاء الله تكون سنة نستبشر بها خيرا إن شاء الله. دازت السنة بالحلو ديالها بالمر ديالها، إن شاء الله عاوتاني هاد السنة، وهكذا السنوات تجري. الله يعطينا ويعطيكم حسن الخاتمة يا ربي آمين. إيوا دابا الصاحبات أنا خارجة، مخرجة وليداتي يلعبو شوية مع دوك تقضيني تاد ديالهم. إيوا واحد الجاكيطة غنمشي نرجعها لمولاها، حيت لقيت الحمد لله واحد لوكازيون ديال راس العام، واحد الجباكيطة خديتها لمحمد. سبحان الله أنا كتعجبني الكاليتي، زعما يعني كاين شي محلات بحال دابا لي هذا الخامة زوينة، ماشي غير الديكور على الخاوي ولا لأن عند رخصة تخلي نص. اللهم تاخدي حاجة اللي غادي تستنفعي بيها ولا حاجة غادي تلبسيها دابا ترتقلك، فهمتي؟ فدابا أنا غادي نوريها لكم، يدي كتحرقني. دعيو معايا نلقى شي هذا ديال التليفون، حامل التليفون فهاد البروموسيون. اختكم كتصيد على الميزات، فين ما لقيت شي ميزه كنطيح في الميزات غير في ديال هذا، ماشي همزه شي راجل مسقد والو. يلا خليتكم راحت الله الصحيبات. صحيبه جينا ناخذ الطاكوس. ارتاح ارتاح. هذا علاش جالسين؟ محمد مستوى انتي فزكتي الجاكيط شتيه؟ انت كيطيح هادي موقفه مزيان ها؟ يلا جريت بس مزيان. يلا هزي ايس ديال فينا. يا الله بالصحة والراحة، كيعجبك الطاكو؟ ها هو دجا، هذا الراجل ديالنا جا. يلا جلس، مقاتلة مع الكرسي، عندك تقلب لك هذا. طيق عامر مع هذا معروف هنا برخوص، الناس تابعين دايما برخوص. ولكن واقول شنو قلتي؟ ما سمعتكش، خاصك تقولها بصوت عالي. يلا فريد ظهرك وفريد جيبك، تراك الراجل ديالنا، حنا عندنا شي راجل من غيرك. ايوا خاصك تكون رجل بما تحمل الكلمة من معنى. صحيبات يلا وجدوا راسكم طويلة، ما نبقى نشار معكم وحدة وحدة، اي حاجة درتها غادي نشاركها معكم. ها طبيلتنا، هادي راه طبيلتي، راه جبتها من ديك الطبيرة. هادي الطبيعة ما شنية فلا شي حاجة، شنو هادي الهريسة؟ هادي الهريسة كتربع عقلينا عليها. ها الهريسة واش مشكلة هاد الميكات؟
الا طاحت عليهم غير شي مريقه ولا شي حاجه كيوليو مطبعين. دابا هذه الهريسه والله الا مسحتها جافير وهكاك بقات. يلا هانتم نوريكم الطبيله. يلا الطبيله الطبيله الشاق الطاق الدهشة. هانتم نوريكم من هاد الجهه. كي جات مع البيت جات زوين. هي الخديديات راكم عارفين معمرهم بالحوايج وناقصين، باقي خاصني بكل شي خديديه. ايوا الحمد لله على كل حال. شي غير كيف قلت لكم ميكا تطبع. شوفوا هكا عجبتكم. ايوا هادشي اللي كاين الصحيبات هاد الطبيله مزيانه راه عندها الصندري ديالها هادي. السلام عليكم الصحيبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال؟ صبرنا عليكم غبره. بسم الله. ايوا حنا باقي ما دخلنا في ليسات هاد القناه، ملي ندوقوا في ليساتها غادي نتشجعوا. ومن هادي لهادي راه غي امور، حنا خدينا فيه فتره. ايوا مع الوليد راكم عارفين خاص الاحترازات وخاص وخاص. خديت واحد الشوفو غير صغيور، دابا نوريه لكم. عاد جبت واحد السيد ركبو ليا توا فيه شويه ديال هذا. ايوا شنو سميتو هاد النهار كنت غادي للمحكمه ساعه اش غادي نقول لكم. واحد البرودات يا الصحيبات سماق لي بتلت اليد، عاد كتعيا لي يدي. ايوا هاد الشيء اللي كاين كيبان عليا انا ملي كنطلع الدم كيبان عليا. معليش يعني كيفوت. شنو سميتو شنو بغيت نقول لكم يا ربي فكرني في الشهاد. صافي هادشي اللي كاين. كنت غادي هاد النهار للمحكمه، كنت غنصور مع شنو سميتو. المهم تنقول لكم راكم عارفين العقيصات والعقيصين موجودين الله يلقيالهم. بعض المرات الناس كيدخلوا لحياتنا على اساس غادي يديروا خير، ساعه كيتلقاو باغيين يديروا الشر، يعني باغيين فيك الخدمه ولا باغيين يستعبدوك ولا باغيين الله اعلم شنو الهدف ديالو. الله ياخذ الحق. هادشي اللي كاين الصحيبات. دابا غادي نشوفو شتي دابا 50 درهم، ولكن عرفتي فيها واحد ديفو ديته للخياط ساعه ما عرف لهاش. فيها واحد ديفو في جيد الجياب اللي يسحبني غير تصوب. قلت زعما رخيصه ناخذها من هذا ولكن ما تقادش. معليش المهم لبسها في الدار. اش غادي نقول لكم الصحيبات، هادشي اللي كاين. وقفوا معنا الصحيبات في القناه. انا غدا ان شاء الله غادي لهاد البريد غندي له داك، حيت داك العنوان اللي كنت سكنت فيه انا رحلت منه، قلت ربما يكون صيفطوه ليا لتما. فانا غندي له هاد العقود ديال الايجار ونشوف ديك الساعات. راه واحد الراجل تما زعما ظريف قال لي واش نتي هي اللي كنتي دزتي مع شوف تي في وشفت القصه ديالك. قلت له انا هي اخي، قال لي صافي خيتي انا نقلب لك عليه. ايوا صافي لقاه ليا ديك الساعات. غدا ان شاء الله نبشركم. يلا وانتظروا الخبر على ربي. والله الا راه زعما اللهم لك الحمد يعني بدا غير راهم رجالو خدامين في اليوتيوب فهمتي، يعني هذا راه عمل تعاون به ان شاء الله. كيف قلت لكم انا غير القناه تفعل وجيني في افليسات غنتشجع، غنبقى بديك الفليسات نشرين نقاد ندير هذا طبيبات روتينات فهمتي. باش انت كتكون راسك مرفوع. احنا ان شاء الله دابا الرباط غنمشيو له في العطله باذن الله. وصلت معايا واحد الاخت قالت لي نوقف معاك تما في الرباط نوريك فين هذا. ومسكينه مشات دارت واحد الخطوات جزاها الله. سولت لي مشات للسفاره السعوديه ومشات للشؤون القنصليه زعما جزاها الله. سولت تما وفرت عليا العناء.
ايوا صافي في السفاره قالوا لها خاصها تجي هي زعما تجيب نفسها علاش هي ما جاتش. قالت لهم راه عندها الوليدات كيقراو وداكشي حتى العطله. ايوا صافي ان شاء الله غادي نمشي جزاها الله. و دابا غادي نقطع يدي كتحرقني. غادي نصور لكم الجاكيت اللي شريت لمحمد واحد الهميزه حتى شفتو هميزه هي مع راس العمرك مع في كيديروا تخفيضات. كانت ناقصه جاكيت عنده جواكيطه ولكن باش يبدل هكا تكون نقيقيه مع الصفر راكم عارفين وحنا عزيز علينا نكونوا نقيقين وانيقين واخا بالبسيط فهمتيني. عزيز علينا نعزو نفسنا ونكرموا هاد النفس اللي الله سبحانه وتعالى كرمها. دوك الاولاد وبعد الناس حاسديننا حتى على هاد النقه ديالنا وعلى التاويل ديالنا وعلى الاناقه ديالنا واخا بالبسيط. بغاونا نتشردو بغاونا نشوفونا مسخين مقطعين ما يشوفوك يحسدوك حتى على جليدي بلا لابساها لا مقاده لا هذا. بعد الناس واخدين واحد الفكره في شكل للاسف زعما غي خليني بلا ما ندخل في التفاصيل واحد الوقت غادي نعاود لكم ان شاء الله. صافي انا نقول لكم الجاكيطه ودعواتكم الصحيبات وبارطاجيو الصحيبات وكثروا من اللايكات والتعليقات وكونوا معنا. ها انتم كتشوفوا ديك مديحه مسكينه بغعيات ناشد حتى اللي جا واحد النهار قتلاتها الفقصه. حنا لسنا حمل اعباء اخرى وناس اخرى وماشي حتى انتقاد وانما شي تعليق اللي هذا ولا هذا. حنا لسنا حمل فهمتي. حنا رحنا عندنا مشاكل يا غادي تساعد في الخير يا غادي تعطيني درق عليا زلافتك فهمتي. وتساعد في الخير وتساعد داك الانسان هو معزز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ماشي من الشياطه من هذا. وداك الانسان مجبر ياخذ ديك الوسخ ولا داك الشياطه ولا هذا لا. الانسان راه ينفق مما يحب. هنا 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 تختلف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه ربما ما غيفهمهاش غير اصحاب الالباب. وهذا الشيء اللي كاين والله يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. الله يسخر لينا الناس اللي فعلا قلوبها شبعانه وفعلا كدير الخير من اجل الخير ولوجه الله ليس مراءة وليس رياء وليس يعني باش تستعبد الناس وباش تعرف. والحديث يطول. يلا دابا غادي نوريكم الجاكيطه وكثروا من لي لايك الصحيبات والبارطاج اللي حاسين بيا واللي عارفين هاد المراه. صافي الصحيبات شحال ديالك لفت فلسيف ولا الوالده ديالك ما الوالده اختي اجي اختي شوفي هذيك الوالده راه ساكنه في ديك الدو. عطيني اختي فين نسكن انا وولادي. شحال ديال التفلسيف قلت لكم الف مره بنادم يا يهضر في الصميم يا يعطيني اتساع. وانا وهاد الوليدات فين نمشي يعني انا قاصه مجلوقه في ديور الكرا وفي المشاكل. هذيك الوالده انا راني عاونتها واخا لاحتني وانا طفله واخا بغات لي الشارع وبغات لي المنكر وبغات لي لا هي لا طفلتها. قلت لكم الصاحبات هي مسكينه ديك مديحه عيات مسكينه تناشد وعيات هذا هي عندها خوتها قدهم قداش وعندها وفتاي الدم والأمانة امنت. ولهذا ارحموا الناس ارحموا الناس يا قادر تعاون يا قادر تقول واحد الكلمه طيبه ولا عطي اتصال للبشر. لا تحسدوش البشر تاع على الفتات راه ربي اللي عالم غير حنا تنخرجوا راكم عارفين ضد في الشامتين الحاقدين هادشي اللي كاين فهمتي. حنا راه حنا ربي اللي عالم بالحال ديالنا. حنا على شفا حفره عرفتي ديك الشعره التي قسمت دار البعير هذاك الشيء حنا اللي باقينا. راه ما لقينا حتى من جهه وطريق الحمد لله وشكره اللي لقى شي عائله مسجدين ولقى شي بركبي مسجد ولا لقى شي وضع مادي مسجد. حنا ما لقينا حتى من شي جهه. عاد يزيدك البشر ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا اي عقيصه مسيميه ما مكروها غير تعطيني اتساع فهمتي. انا غير مع الرحيمون فهمتي. انا هنا لست اتسابق لا على الرجال ولا على طلصي داك الرجال على كمارتك. انا مقاتله غير على وليداتي فيها فلهذا غير
اي شي وحده مكيريها مسيمي ما غتعطيني التيسع حقيقه. انا مقاتله غير على وليداتي، ما لقينا حتى مجيها الطريق، عاد تزيد تكملوا نتوما علينا. يا صاحبات خليت لكم راحه الله، وكثروا لنا من اللايكات والبارتاج والتعليقات، وكيف دوزنا مرحله غندوزوا هذه المرحله، وكل ثقه في الله سبحانه وتعالى، كل مر سيمر باذن الله. غير بنادم ما خاصوش يزيد، ما تدخلوش لحياتنا على اساس غتعاونونا في التالي تزيدونا على راسنا، لانه نحن لا نستعبد. وكنت انا ديال الاستعباد ولا ديال هذا، راني بقيت عندك بركات الحمد لله. هذا الشيء اللي كان صاحبته، انا غنوريكم الجاكيطه دابا. صاحبته هي الجاكيطه، هذه الجاكيطه فيها هاد لي بيتيكات هنا، شوف فيها جويبات خلصتو ترى عندهم بيتنا على حساب الصدر، راكم عارفين على حساب الطاقة، هاديك شوية مكتفيش، هادي هانتوما ها شتي بيتنا واصلة حتى لهنا جهة الكلاوي، حيت الكلاوي كيمرضولو بالبرد كيحرقوه. ايوا هادي خديتها له راه طويب ولا دفيلو الجهة الكلاوي، على امل يخرج لنا هاد امو ماشي ديك الساعه نديه يتعالج. قال لك اختي في هاد امو واخا تمشي حتى الكلينيك امو تتخلص عليك. والله ما عرفت واش هاد المعلومه صحيحه ولا خطا، قولوها لي صاحبت. شتيها شوف سخنو طويله تغطي له الكليوات، اي والله يغطيهم ويغطيكم بالستر والرضا وراحة البال. وقل للشامتين صبرا فان نوائب الدهر تدور، ولا لو دامت لدامت للذين سبقونا. الانسان يمشي يضرب دوره في القبور وياخذ فكره، فهمتي؟ الانسان لا يعاير بالفقر، لا يعاير بقله الحيله. انا الحمد لله باش غادي تعايرين ام مناضله على وليداتها، يعني انا لو بغيت نرمي هاد الاولاد راني غنمشي نبدا حياه جديده ونعيش ربما احسن حياه. وبولادي دابا كون بغيت نتزوج في بوركابي راني عشت احسن حياه. انا ما بغيتش، انا مناضله على وليداتي وبالحلال، وهادشي ما اللي ما يقدرولوش بزاف. وأكيد هناك العفيفات الشريفات الحرات، إيوا الله يسخر لنا ولكم خيار خلقه ويصرف عنا وعنكم شرارهم. في أمان الله صاحبتي.